من جديد كل التحيه ليك يا كابتن ايمن وضيوفك الكرام ولكل مشاهدينا مشاهدي ومتابعي شاشه قناه النادي الاهلي في كل مكان. عقب نهايه اللقاء وفوز النادي الاهلي على فريق سيمبا بهدف مقابل شيء، يسعدنا ان يكون معنا في هذه الاثناء كابتن سيد عبد الحفيظ. كابتن سيد، كان مهم جدا اننا ننهي مرحله المجموعات بفوز واوصل للنقطه رقم 11، نقطه السر او السعاده بالنسبه للنادي الاهلي. مباراه نقدر نقول ما كانش ذات اهميه، ولكن كان مهم جدا اننا نختمها فوز على فريق سيمبا. الحمد لله، طبعا كويس انت تختم الدوري المجموعات او دور المجموعات بفوز، ما كانتش هتاثر في الترتيب زي ما احنا عارفين من قبلها، لكن كان مهم لها اهداف ثانيه، يعني مشاركه بعض اللعيبه، يعني برضو ان انت تختم بفوز. دور المجموعات او دور المجموعات بيبقى زي الدوري كده شويه، تجميع نقاط بيبقى له هدف اساسي اللي هو الصعود، وبعد كده بقى بنستنى القرعه. يعني ان شاء الله الرحمن يبقى اللي جاي افضل بكتير، بعد ما هيرجع لنا مجموعه من اللعيبه في الادوار اللي جايه ان شاء الله. احنا متاثرين طبعا في عدد كبير من اللعيبه مش موجود في معانا في الفتره الحاليه، اخرهم طبعا يعني يمكن محمد هاني امبارح كمان وخروجه من المعسكر، وياسر ابراهيم، وقبلهم مجموعه من اللعيبه يعني، لكن ان شاء الله الرحمن اللي جاي يبقى افضل باذن الله. النهارده اجاي حس بحاجه، بنعمل اشعه دلوقتي، وان شاء الله الرحمن تبقى الدنيا كويسه باذن الله. سيد، الفترة اللي جاية في تلات ماتشات، عندنا مباراة النصر في كأس مصر، عندنا مباراة الزمالك، وعندنا غيابات، شايف الأمر ده إزاي؟ أنا مش فاهمها الصراحة برضو، يعني لحد دلوقتي يعني ضغطة المباراة، أنا يعني ما اعرفش هل احنا مش متابعين بشكل كويس قوي ولا حاجه للدوريات اللي في العالم كله. اللي اعرفه ان انت ممكن تلعب اربع ايام، وبعدين تلعب بعد على راس اليوم الرابع، وبعدين تلعب على راس اليوم الثالث، هكذا يعني تلعب رابع يوم، وبعدين الماتش اللي بعده يبقى ثالث يوم مثلا، وبعدين رابع يوم، وبعدين ثالث يوم. لك ان تتخيل ان انا هلعب يوم 14، وبعد كده 18 مع الزمالك، 14 مع النصر، وبعدين 18 مع الزمالك، وبعدين 21 مع سموحه، وبعدين 24 مع انبي، وبعدين 27 مع الجونه، وبعدين 30 مع المصري، وبعدين 3 مع او المصري 27، وبعدين الجونه 30، وبعدين 3 مع المحله، وبعدين 6 مع الاتحاد. مش ممكن يعني، مش ممكن، ما شفتهاش في العالم ابدا ان في فرقه تلعب على راس اليوم الثالث سبع مباريات، ما حصلتش يعني. ما اعرفش، يمكن في انجلترا كانوا عاملينها مره ولا حاجه، ولا بيعملوها للفرق كلها، لكن فرقة واحدة مهما كان المؤجلات بتاعتها ما شفتهاش في حياتي خالص، ان انا العب ست سبع مباريات 48 ساعة والعب اليوم الثالث 48 ساعة. في فرق شاسع ما بين الدوري والبطولات المجمعة، البطولات المجمعة نفسها ممكن يعني يلعب لك ماتشين ولا حاجة في 72 ساعة، لكن في الدوري العب ست سبع مباريات على راس اليوم الثالث، ما اعتقدش ان في العالم كله اللي شافها ولا اللي حصلت معاه قبل كده يقول لنا عدد المباريات دي. ممكن تلعب مباريتين في الثالثة، تمام، يعني تلعب مباريتين وبعدين يديك اربع ايام تلعب المباراه الثالثه بعد اربع ايام، وبعدين تلعب مباريتين كل ثلاث ايام، وبعدين المباراه السادسه مثلا تلعبها بعد اربع ايام، لكن الست مباريات تلعب 18 وبعدين 21 24 27 30 3 6 7 مباريات. اعتقد ان ده امر صعب جدا جدا يعني. كابتن سيد، من نقطة مهمة جدا، عارف ان هي سابقة الأوانها شوية، ولكن يعني خلاص الاتحاد الأفريقي أعلن على الموقع الرسمي خريطة البطولة القادمة تنطلق يوم 10/9، واحنا عندنا الدورة ينتهي 30/9، أزمة كبيرة جدا بالنسبة للصفقات للتدعيمات بالنسبة للعيبة اللي عقدها هتنتهي، شايف الأمر ده إزاي؟ يعني ما اعرفش هل هتتحل زي ما كانت بتتحل قبل كده، إن أنت يدي لك يفتح لك القيد، بس هيفتح لك القيد والموسم شغال إزاي؟ يعني لازم الموسم ينتهي بيوم واحد حتى على الأقل يعني. ما اعرفش، انا لسه ما جاتليش المباراه الختاميه عشان ادي بس صوره واضحه وصريحه وعلى معلومه يعني، لسه ما جاتليش ختام الدوري امتى، لكن لو حضرتك بتقوله ده اللي هو 10/9 البطوله الافريقيه، ده هيستدعي ان انت يا اما تكمل بنفس القايمه يا اما هيبقى فيها حل اكيد بالتاكيد على نهايه الدوري يعني. اشكرك يا كابتن سيد وبالتوفيق اللي جاي. شكرا.